الآن مراسلنا من باريس محمد الحجي. محمد، السفير الفرنسي في كابول حذر من إمكانية وقوع انفجارات أخرى. بالفعل، والسفير الفرنسي ديفيد مارتينو الان اقرا التغريده، يعني يطلب من كل من سماهم الاصدقاء الافغان الى الابتعاد قدر الامكان عن ابواب مطار كابول، وان يضعوا نفسهم تحت حمايه يعني تحت الحمايه خوفا من وقوع انفجار ثاني. في الحقيقه اكثر ما كان يخيف فرنسا من الاحداث في افغانستان هو ان تتحول كما يتم التردد هنا الى بؤره للعمليات الإرهابية وبورة أيضا للفوضى وتتحول أفغانستان إلى مقتلة أخرى. هذا الأمر مخيف جدا في الحقيقة، كان ضمن أروقة السياسة الفرنسية، تم التصريح به رسميا من الرئيس الفرنسي وأيضا من قبل عديد الأحزاب السياسية الفرنسية. انسحاب القوات يعني كان متوقعا في الحقيقة، أن يعني قبيل الانسحاب أن تحدث بعض الانفجارات أو تحدث يعني أحداث أمنية تخيف الأوروبيين والأجانب ليتمكنوا من الهرولة والإسراع من ترك أفغانستان. في الواقع في حال كان من بين الضحايا فرنسيين فهذا لن يكون خبر جيد للرئيس الفرنسي الذي يتعرض لانتقاد شديد من الأحزاب السياسية الفرنسية، اعتبار بأنه اليوم يعني جلب الكثير من الأفغان المتعاونين إلى معه إلى فرنسا، حوالي 2500 شخص. لا نستطيع بحسب المعارضين هنا التفريق بينهم وبين من ينتمون إلى طالبان، لأنه تم توقيف 5 أشخاص في الأيام الأخيرة من القادمين ضمن عمليات الإجلال الفرنسية، 5 في السجن حاليا بتهمة الانتماء لحركة طالبان، وهناك أحدهم يتوقع بأنه من المؤكد بحسب وزارة الداخلية كان يعمل لصالح طالبان. هذه التفجيرات في حال كان فيها فرنسيين مثلا بين القتلى فأن ذلك أيضا سوف يعرقل كل ما يقوم به الرئيس الفرنسي من حملة انتخابية قادمة، لأنه على باب انتخابات رئاسية، وهذا ملف حساس جدا ومهم لأنه في الحقيقة يصوب نار نحوه، وبالتالي الأحزاب السياسية ترى بأن فتح باب الهجرة على الأقل القادمين من الخارج من أفغانستان سيكون كارثي بالنسبة لفرنسا التي تعاني من أزمات اقتصادية وأيضا أزمات هجرة. لكن من المتوقع كما قلت لك أنه قد تحدث هناك انفجارات في أفغانستان للإسراع في الخروج منها من قبل القوات طبعا الأجنبية المتواجدة هناك، وفرنسا حاولت جاهدة إقناع الأمريكيين وحتى محاولة الحديث مع طالبان بحسب تصريحات الأسترالية وزير الدفاع الفرنسية بأنه لا بد لنا من الحديث مع طالبان في حال خرجت الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هم أسيادوا الأرض هناك ولا يمكن إلا أن نتحدث معهم من أجل إجلاء من يتبقى من هناك من فرنسيين وأجانب وأيضا من المتعاونين الأفغان مع القوات الفرنسية، لأنه لا يمكن إلا الحديث مع طرفي النزاع هناك أو طرفي الأزمة. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم خذلت أوروبيين وقررت انسحاب رسميا والإفاء بوعدها لنفسها في 31 من هذا الشهر، يبقى نتحدث الآن مع طالبان لإجلاء أكثر. هنا تكمن أهمية المرحلة القادمة. حتى اليوم كان هناك حديث لأنيس كالامار وهي رئيسة منظمة أمنستي العفو الدولية، قال طالبت الحكومة الفرنسية أيضا بالحد والأوروبيين بالتحديد بالتخاطب والحديث مع طالبان، لأنه يجب إنقاذ من تبقى وليس الدخول ضمن المهاترة السياسية أو على الأقل العناد السياسي مع حركة طالبان الذي لن يعني يؤتوا أكله خاصة من طرف الأوروبيين، لأن طالبان هي من يتحكم بالأرض هناك وهي تتحكم بالسياسة وهي إلى حد اللحظة العنصر الأقوى برأس تحدياتها للقوى الكبرى. محمد، وأنت تتحدث معنا تنقل وكالة رويترز عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار هذا على عند إحدى بوابات مطار كابول إلى 13 شخصا، إذن 13 قتيلا وعشرات المصابين من جراء هذا الانفجار الذي وقع عند وهو انفجار لا يعرف بالضبط إن كان سيارة مفخخة أو حزام ناسف حتى الآن عند إحدى بوابات كابول. محمد، هل هناك انطباع عند السياسيين الفرنسيين عند وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة ورطت الغرب جميعه عندما انسحبت، وإذا بأفغانستان الآن تعود إلى ربما بؤرة للتوتر وتهديد العالم كله ربما عبر هذه التفجيرات التي تلام الآن يلام تنظيم الدولة الإسلامية عليها؟ بالفعل، منذ ليلة سقوط كابول بيد طالبان كان هناك لوم شديد للأمريكيين من قبل الفرنسيين على اعتبار بأن هذه الأزمة السبب فيها هي الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار بأنها هي من تخلت عن تلك البلاد، لأن الفرنسيين بالتحديد مثلا بحسب خطاب الرئيس الفرنسي سحبوا من طالبان من عام 2014، وبالتالي
قاموا بكل ما يلزم بعد فقط 90 جندي فرنسي في أفغانستان للانسحاب من تلك البلاد، وبقيت الأمور مقتصرة على القنصلية والسفارة هناك. هناك تحميل، نعم، مسؤولية كبيرة لواشنطن من قبل الفرنسيين بأنهم هم من تسبب في هذه الأزمة، تسبب اليوم بوصول طالبان إلى السلطة. حتى في اجتماع الأخير للقوى السبع الكبار عندما كان الهدف إقناع واشنطن بالبقاء للبعد 31، حيث لم يعني صرح رئيس أمريكا بأنه سينسحب، كان أيضا هذا يعتبر بحسب الصحافة الفرنسية خذلان للفرنسيين والأوروبيين بأن واشنطن مرة أخرى باعت الأوروبيين في هذا الملف. لأن واشنطن بالنهاية هي لن تعاني لا من أزمة هجرة ولا من أزمة سياسية داخلية في حال انسحبت من أفغانستان، وبالتالي الفرنسيين اليوم الأوروبيين بالتحديد في حال تحولت تلك المنطقة إلى بؤرة للإرهاب وبؤرة للعنف، وأتت جحافل إن صح القول من المهاجرين عبر الحدود المشتركة لأوروبا مع العالم، فأن هذا لن يخسر شيء لواشنطن، والدافع الأكبر والخاسر الأكبر سياسيا واقتصاديا سيبقى دائما الاتحاد الأوروبي وبالتحديد الدول الكبرى، هنا نتحدث عن فرنسا وألمانيا بالتحديد. نعم. رغبة فرنسا وألمانيا كان إقناع واشنطن بالبقاء وأيضا عدم خذلانها في هذا الملف.